بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الجزء من المحاضرة رح نحكي أنا وياكم عن شابتر جديد اللي هو السيرولوجيكال تيست. رح نحكي عن بعض التستات اللي هم بنعملوا في المختبرات. رح نحكي طبعا عن مبدأ التستات، يعني أنا هون ما رح أجي أحكي لك مثلا عن فحص الـ RF أو فحص الـ CRB. رح أحكي عن، خلينا نحكي أهم أنواع الفحوصاتها. يعني إحنا بنعرف إنه كل الـ RF الـ CRB الـ ASO كلهم من نوع الأجلوتينيشن، فإحنا رح نحكي عن بعض الرياكشن أو بعض السيرولوجيكال رياكشن اللي بتصير عندنا في اللابات. وهذه الرياكشن يا جماعة بكون بتعتمد على أكثر من مبدأ. في منها مثلا بيعتمد على مبدأ الأجلوتينيشن اللي إحنا فحوصاتنا كليتها في العمل بتعتمد عليه تقريبا. في عنا إشي بيعتمد مثلا على الإلايزا، في عنا إشي بيعتمد مثلا على الراديو إمينو أسي، في عنا إشي بيعتمد مثلا على البريسيبيتيشن رياكشن أو تفاعلات الترسيب. رح نحكي عن هاي التفاعلات واحد واحد أو هاي التستات واحد واحد. بس في نقاط أساسية بدنا ننتبه لها أنا وياكم ونهتم فيها أنا وياكم. في عنا زي نحكي نوت أساسية لازم نحكي عنها. أنا حاولت إني ألخص لكم النوتس هذه في هاي الورقة، ركز معي حتى نحكي شو هي هاي النوت. طبعا السيرولوجيكال تيست أو فحوصات المناعية بشكل عام بتعتمد بشكل أساسي على العلاقة أو الرياكشن اللي بنتج بين الأنتيجين والأنتي بادي، واللي هو زي ما أنتوا عارفين هو إشي سبيسيفيك أو إشي فري سبيسيفيك. بحكي لك الكي بيسز او الكونسبت او المفهوم الاساسي او المبدا الاساسي او الاشي الاساسي اللي بيعتمد عليه كل فحوصات المناعه، هي العلاقه او هي خلينا نحكي الريليشن شيب او السبيسيفيك ريليشن شيب اللي بتكون بين الانتيجين والانتي بودي، اللي هي بتنطبق عليها نظريه القفل والمفتاح. رح يكون انه كل انتي بودي هو كمفتاح ماشي الحال، له قفل مخصص لإله، قفل مخصص لإله مخصص لإله لحاله اللي هو الأنتي بادي. فالعلاقة هذه اللي بتجسدها الرياكشن بين الأنتيجين والأنتي بادي، وهي بتعبر عنها نظرية القفل والمفتاح أو الكي واللوك، تمام، هي مبدأ وأساس كل فحوصات المناعة. هي مبدأ وأساس كل فحوصات المناعة. الأنتيجين بيكون عامل مثل المفتاح أو مثل الكي، الأنتيبادي بيكون عامل مثل اللوك أو القفل لهذا المفتاح. هلأ ارتباطهم مع بعض طبعا دائما بيكون نان كوفالنت. ايش يعني؟ يعني بروابط غير تشاركيه. فممكن بكل بساطه انهم يعني يرجعوا نفصلهم عن بعض. فبنحكي عن انه هذا الارتباط ريفيرسبل. شو يعني ريفيرسبل؟ يعني هم ممكن يرتبطوا، ممكن انك ترجع تفكهم عن بعض، ممكن يرتبطوا، ممكن بكل بساطه انهم يرجعوا ينفكوا عن بعض. بس انا هاي النقطه مش كتير بتهمني، انا بهمني فقط تعرف انه الكي برينسيبل او الكي كونسبت او المبدا الاساسي، المبدا البيسك، المبدا الاساسي المعتمد الاصلي اللي بدك اياه. لا، فحوصات المناعيه هي تفاعل، او هي انه الانتيجين مع الانتي بادي بنتج بيناتهم رياكشن اتس فيري سبيسيفيك، او بنتج بيناتهم سبيسيفيك رياكشن. هذا السبيسيفيك رياكشن بتعبر عنه بنظريه زي ما حكينا القفل والمفتاح. هلا الشغله الثانيه انه دائما الريزلت بنعبر عنها بالسيرولوجي او في مختبرات المناعه ومختبرات الامصال بشكل عام عن طريق التايتر. هلا ممكن طبعا انت اذا طلب منك النتيجه فقط كواليتاتيف. كلمه كواليتاتيف يا جماعه، كلمه كواليتاتيف، تمام، كلمه كواليتاتيف يعني فقط وصفي. ايش يعني كواليتاتيف؟ لما بنحكي فحص كواليتاتيف يعني بوزيتيف نيجاتيف، يعني انا احكي موجود او غير موجود. بس احنا زي ما تعلمنا انه كل فحوصاتنا اذا طلعت نتيجتها بوزيتيف لازم انا ايش اعطي؟ شيء كوانتيتاتيف، اعطي شيء رقم، اعطي رقم او اعطي كونسنتريشن لهذا الشيء اللي انا بدور عليه. فهون طبعا رح نضطر ان نعمل ديليوشن حتى يطلع عنا التايتر في حاله البوزيتيف ريزلت. في حاله النيجاتيف ريزلت طبعا خلص بتطلع النتيجه زي ما حكينا النيجاتيف. طبعا كل ما كان الديليوشن اعلى، تمام، بيكون يعني النتيجه اكثر. يعني اللي
مثلا اللي بتوصل العينة بوزيتيف للواحد على 64، اكيد بتكون تركيز الانتي بادي او تركيز، حتى اذا احنا بندور على انتيجن او على انتي بادي لمرض معين، بتكون اكثر من اللي التايتر ربع. يعني لو انا عندي مثلا مريضين، واحد التايتر تاع الار اف تاعه 1 ل 8، وواحد التايتر تاع الار اف تاعه 1 ل 16، ومين اللي عنده المرض بده يكون اشد؟ اكيد الواحد ل 16. مين اللي بده يكون عنده المرض اشد؟ اكيد ايش؟ الواحد ل 16. طيب، في مفهومين كمان مرتبطات جدا مع الفحوصات المناعيه. في عنا اشي بنسميه الافيديتي، وفي اشي بنسميه الافينيتي. هم هدول المفروض اصلا حطوهم مع الانتي بادي، تمام، لانهم مرتبطات بشكل اساسي بالانتي بادي، لكن هم كمان حطوهم هون لانه الانتي يعني إلهم دخل في الرياكشن. المهم، شو يعني لما أنا بحكي أنتي بادي أفيديتي؟ شو يعني الأفيديتي؟ كلمة أفيديتي معناتها total strength of binding of an antigen with many antigenic detriment or epitope to multivalent antibody. شو يعني هذا الكلام؟ يعني إنه أنا يكون عندي أنتي بادي، ماشي الحال، عنده أكثر من فاب، وإحنا عارفين إنه أصلاً اقل انتي بادي عنده كم فاب؟ 2 فاب. يعني اقل انتي بادي كم ايبيتوب او كم انتيجينيك ديتريمنت بقدر يربط؟ 2، تمام. هلا الافيديتي هي قدرة الارتباط او قوة الارتباط كاملة لكل الانتي بادي. يعني لما انا باجي احكي افينيتي مثلا للاي جي ام، تمام، احنا الاي جي ام اتفقنا عنده هو بنتمر، يعني عنده 10 أذرع، ممتاز. هلا أنا لما بدي أحكي عن الأفيديتي بحكي عن قوة ارتباط العشر أذرع هدول، قوة ارتباط العشر أذرع هدول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، قوة ارتباط العشر أذرع تاعت الاي جي ام مع مين؟ مع الانتيجين، مع الانتيجين العشرة. هي إذن مجموع overall. شو يعني كلمة overall؟ overall يعني مجموع قوة ارتباط هذا الانتيبادي مع الانتيجين اللي مرتبطات على البندنج سايت تاعته، مع الانتيجين المرتبطات على البندنج سايت تاعته. طيب، لو اجيت انا بدي اخذ القوة فقط لون بندنج سايت، هون انا بحكي افينيتي. معناته الافينيتي شو هي ماس؟ الافينيتي هي قوة ارتباط، ركز معي، هي قوة ارتباط ون انتيجين، هي قوة ارتباط ون انتيجين مع ون بندنج سايت اوف ذا انتيبادي. مرة تانية، هي قوة ارتباط ون انتيجين او سينجل antigen, single epitope أو single antigen to single antigen binding site of the antibody. يعني إذا هي قوة ارتباط، تمام، antigen واحد أو antigen منفرد مع شو؟ مع one binding site، مع one binding site، يعني مع one fab. إذا هو قوة ارتباط single antigen مع one أو مع single binding site أو مع single fab region of the antibody. أما إذا أنا إجيت بدي أحسب المحصلة القوة أو محصلة قوة الارتباط مع كل الانتيجين المرتبط فيه عليهم هذا الانتيبادي، هون عم بصير أحكي عن افينيتي. فإذا الافينيتي هي قوة الارتباط انتيجين واحد أو ايبيتوب واحد مع بيندينج سايت واحدة للانتيبادي. أما الافينيتي فهي محصلة قوة ارتباط الانتيجين كليتهم مع مين؟ مع كل البندنج سايت تاعون هذا الانتيبادي، على قد ما يكون عددهم وعلى قد ما يكون طبعا في انتيجين مرتبطات معه. يعني حتى لو الاي جي ام مثلا، احنا حكينا مرات الاي جي ام مش كل العشر اماكن بتكون اشمالها معبي بالانتيجين، ممكن مثلا يكون 6 اماكن. معناته لما بدي احسب له الافيديتي وهو عليه 6 اماكن، خلص قوة ارتباطه مع شو؟ مع الـ6 انتيجين، قوة ارتباطه مع الـ6 انتيجين. هاي يا جماعة كان ملخص الفقرتين هدول اللي موجودات عندك بالكتاب.
الكتاب هون بحكي لك عن الميجر كونسبت تاع الرياكشن اللي هو الانتي بودي انتيجين رياكشن هنا والسبيسيفيتي طبعا السبيسيفيسيتي في الارتباط بيناتهم هي بحكي لك كوز اوف جريت سبيسيفيسيتي للارتباط بيناتهم هون طبعا حكى لك انه احنا بنعبر عن الموضوعنا بالتايتل وحكى لك تعريف الافيديتي والافينيتي طيب رح نيجي هنا لأشهر فوائد أو استخدامات السيرولوجيكال تيست أو الإميونولوجيكال تيست دائما إحنا بنستخدم أو أول استخدام لفحوصات المناعة to diagnose infectious disease يعني خلنا نحكي تشخيص بعض الأمراض اللي سببها ميكروبات أو بعض الأمراض الالتهابية اللي سببها ميكروب خصوصا إذا كان هذا الأورجانيزم اللي أنا بدي أشوفه يعني موجود او هذا المريض مصاب فيه ولا لا ما بقدر اعمل له كلشر زي مين زي مثلا السيفلس السيفلس بتسببها بكتيريا ما بتقدر تعمل لها كلشر يعني ما في كلشر مخصص حتى تنمو هاي البكتيريا عليه حتى انا اقدر اشخصها عن طريق الميكروبيولوجي كذلك الامر بعض الفيروسات زي الهيباتيتس اي هيباتيتس بي هيباتيتس سي فيروس كلها هاي فيروسات ما بتقدر انك انت تشوفها عن طريق يعني ما بتقدر تزرع عينة المريض وتشوفها طلعت ولا لا هاي اول استخدام استخدام تاني اذا كانت هذه الاورجانيزم خطيرة اذا انزرعت كيف يعني يعني اوكي هي الها ميديا ممكن انها تطلع عليها لكن اذا انت زرعتها ممكن تعرض حالك تمام للخطر لانك بتتعرض لها بشكل مباشر وهاي البكتيريا ركز معي وهاي البكتيريا اشمالها خطيرة اذا انت تعرضت لها بشكل مباشر ممكن تعمل لك اضرار كتيرة طيب كمان اذا كان الكلشر تكنيك are not available يعني ممكن انه يكون الها كلشر او الها طرق في الزراعة او في الكلشر لكن مثلا هاي التكنيك كتير غالية فما بتكون متواجدة بشكل عام في المختبرات العادية هاي التكنيك كتير صعبة شغلها وباخد وقت طويل فطبعا في الحالة هاي بنلجأ لفحوصات السيرولوجي بيكون افضل واحسن هلا في عنا اذا كان الأورجانيزم too long to go زي المايكوبلازما نيمونيا اللي اخذناها هلا المايكوبلازما نيمونيا زي ما حكينا هي اول اشي الميديا تاعتها تندرج مع النقطة 3 انها صعب كتير في غالية وصعب تحضيرها وكل اشي شغل التاني انه حتى لو توافرت الميديا تاعتها بدها ايام كتيرة تقريبا اسبوعين لثلاث اسابيع حتى نراقبها انه نعطي بوزيتيف ريزلت ولا نيجاتيف ريزلت يعني في الحالة هاي ممكن لا سمح الله يموت المريض واحنا بعدها بنستنى بنتيجة الفحص هل هو عنده مايكوبلازما او ما عنده في عنا الاستخدام الثاني لفحوصات المناعة اللي هي الأوتو أميون ديزيز اللي هي تشخيص الأوتو أميون ديزيز أو تشخيص أمراض ذاتية المناعة مثل البحث عن مثلا أنتي بادي ضد الـ RF ضد ريماتويد أريترايتس ضد اللوبس سيستميك لوبس إريثرومايتوسيس اللي هو مرض الذئبة إلى آخره في عنا الاستخدام الثالث determination of blood type زمرة الدم انتوا ناسيين انه زمرة الدم ومعرفة زمرة الدم بتعتمد على agglutination reaction معناته هي بتندرج ضمن فحوصات المناعة antigen antibody صح ولا لا طيب كذلك الأمر ان احنا نلاقي انتي بادي ضد اشي بنسميه HLA بروتين هذا ال HLA بروتين رح يمر معانا كمان هي عبارة عن البروتين المهم انه يكون لما انت بدك تزرع او تعمل ترانسبلانتيشن يعني تزرع عضو بدك تزرع كلي من واحد للتاني لازم هدول البروتينات اللي هم بشكل بصمة الخلية لازم ايش مالهم يكونوا لازم يكونوا متطابقين او كتير قريبين في نسبة التطابق تسمع لما حدا بيعمل زراعة بيعمل تحليل بيحكوا له نحللك زمرة الدم لازم تكون نفسها وبنحللك نسبة التطابق هذا البروتين هو البروتين المسؤول عن قصة نسبة التطابق هذه كل مكانه كل مكان تركيب هذا البروتين بين الدونر يعني بين المتبرع والريسيبيانت اللي هو المستقبل قريب بتكون نسبة التطابق أحسن فبيكون هذا معناته إنه في تشابه في التركيب الجيني عند هدول البني أدمين أو هدول الناس الاثنين الدونر والريسيبيانت وهذا الإشي طبعا بيساعد على نجاح زراعة العضو اللي إحنا بدنا نزرعه طيب هلأ في عنا هون
طبعا بدنا نبدا نحكي عن انواع الدياجنوستيك تيست. نبدا نحكي عن انواع الدياجنوستيك تيست. طبعا الدياجنوستيك تيست يا جماعه لها اكثر من نوع، بس زي ما حكينا هي بتعتمد بشكل اساسي على شو، على الانتيجين انتي بودي رياكشن. وحكينا انه هو اما انت بتدور على الانتيجين عند المريض او بتدور على الانتي بودي. هلا اذا انت بتدور على الانتيجين عند المريض فالرياجنت تاعك رح يكون فيه الانتي بودي، واذا انت بتدور على الانتي بودي في السيرم تاع المريض معناته انت الرياجنت تاعك بده يكون عباره عن شو، عن الانتيجين. طيب في عنا هون بعض الفاكتورز او بعض العوامل اللي بتاثر عنا على تصميم، خلينا نحكي الفحص بما يتناسب مع الاشي اللي انت بتدور عليه. يعني مثلا انا بدي اعمل مثلا فحص لايش، مثلا خلينا نحكي للسالمونيلا، زي مثلا فحص الودان، هل اعمله اجلوتينيشن ولا اعمله بريسيبيتيشن ولا اعمله ايلايزا؟ يعني ايش الفاكتورز اللي بتاثر عندي على خلينا نحكي على نوع التست او نوع الرياكشن او الانتيجين انتي بودي رياكشن. هلا في عنا اول عامل هو الافينيتي والافيديتي، هو الافينيتي والافيديتي. هلا كل ما كان، وركز معي في هاي النقطه، وركز معي في هاي النقطه، كل ما كان الانتيجين كل مكان الانتيجين انتي بودي او كل مكان الانتي بودي بيقدر يربط عدد خلينا نحكي بيقدر يربط عدد انتيجين اكثر، او كل مكان الانتيجين نفسه بيرتبط مع اكثر من انتي بودي. يا مس كيف يعني الانتيجين نفسه بده يرتبط مع اكثر من انتي بودي؟ هلا ما هو مثلا انت بكل بساطه ممكن يكون عندك هاي انتيجين، تمام؟ هلا عنده فرضا هون ايبيتوب اللي هو بده يرتبط فيه مع الانتي بودي، وعنده هون كمان ايبيتوب، تمام؟ فايش اللي بصير عندي؟ اللي بصير عندي انه في انتي بودي رح يرتبط معاه من هون، وانتي بودي رح يرتبط معاه من هون، وهو ايش ماله؟ هو نفس الانتيجين، هو نفس حبه الانتيجين. طبعا هذا الاشي تمام بنسميه فالانس، بس هالمره فالانس مش للانتي بودي، مش للانتي بودي، هالمره فالانس اوف انتيجين، اللي هي قدرة الانتيجين على الارتباط مع اكثر من انتي بودي. طبعا كل ما كانت القدرة هذه الموجودة عند الانتيجين اكثر، وكل ما كانت الافيديتي او الافينيتي تاعت الانتي بودي اقوى، تمام؟ كل ما كان طبعا كل ما كان الافيديتي والافينيتي تاعت الانتي بودي اقوى، وبالاضافة لهذا الاشي انه هذا الانتيجين او هذا الانتي بودي عفوا الفالنس تاعته اكثر. يعني هلا الاي جي ام عشان تكونوا عارفين، شوفوا الاي جي ام ايش بايش متميز؟ بتميز انه الفالنس تاعه عالي، ممكن يوصل لعشرة، يعني هو ممكن يرتبط مع عشرة من الانتيجين. بس بتعرفوا انه الارتباط معاهم هدول الانتي بودي مع هدول الانتيجين ما بيكون كتير قوي، لكن مع هيك لانه هو رابط عشرة مع بعضهم البعض، فالافيديتي تاعته شو مالها؟ قوية. فالافيديتي تاعته مالها قوية. اذا الفكرة انه انا عندي الافينيتي والافيديتي ماشي الحال، كل ما كانت عالية اكتر، يعني كل ما كان قوة ارتباط الانتي بودي مع الانتيجين اكتر، تمام؟ هذا الاشي معناته رح يكون عندي التفاعل اوضح، او رح يكون عندي التفاعل احسن، بقدر اشوفه انا خصوصا اذا اجلوتينيشن، بقدر اشوفه بطريقة اوضح وبطريقة احسن. وزي ما حكينا الافينيتي والافيديتي بتعتمد على اول اشي قديش عدد، قديش الفالنس لهذا الانتي بودي، قديش هذا الانتي بودي بيقدر يربط عدد من الانتيجين. وكذلك الامر بيعتمد انه في بعض الانتيجين زي ما حكينا ممكن يرتبط مع انتي بودي مع اكثر من طرف لإله، من اكثر من طرف لإله. هلا في عنا الانتي بودي الانتيجين انتي بودي ريشيو، انه طبعا كل ما كانت كميه الكومبلكسز اكثر، كل ما طبعا التفاعل طلع عندي اوضح والرياكشن طلع عندي احسن. هلا في عنا الفيزيكال فورم اوف انتيجين. هلا دائما الانتيجين اللي هو بيكون بارتيكولات، يعني بيكون صلب، بيكون سوليد انتيجين، بتشوفه انت احسن من السوليوبل انتيجين. على كل الاحوال هم بيحبوا دائما يعملوا البريسيبيتيشن رياكشن لمين؟ للسوليوبل انتيجين، والاجلوتينيشن للسوليد انتيجين. لكن حتى السوليبل ممكن انا اني اعمل له اجلوتينيشن بطريقه معينه، رح نتعرف عليها بطريقه معينه، رح نتعرف عليها
إن شاء الله. ماشي الحال، لحد هون بيكون خلص هذا الجزء من المحاضرة.